الله أكبر، الله المستعان. الله المستعان يا رب. طبعا هاي العمارات اللي نزلت والعمارات الباقي كلهم هدت، انه ينزل باي وقت، غير صالح للسكن. محمد السلام عليكم، شلونك اخوي؟ شلون صحتك؟ الحمد لله سلامة. الحمد لله على سلامتك، شلون الاهل؟ ان شاء الله بخير. الرب يحفظك. والله الحمد لله، نشكر الله عز وجل. وين اهلك؟ والله هون. الحمد لله. بدك شيء؟ نفسك شيء؟ بالله عليك. يوسف شفت شيء يوسف؟ والله ما لمحته انا بالمتور، بس ان شاء الله اهله كلهم. والله ما شفته والله. ان شاء الله يا رب. السلام عليكم. هذا احد الاصدقاء، الحمد لله رب العالمين، سالم مع اهله الحمد لله بفضل الله تعالى. لكن والله بسم الله ونعم الوكيل، بعض الاصدقاء اسال الله انه يخرج عنهم، بعضهم اهلهم تحت الانقاض، البعض ما اعرف عنه شيء، البعض نزل عليهم العمارة طابق ثاني وثالث ورابع، يعني ما حدا طلع من العمارة ابدا، ممكن عمارة تكون اربع طوابق نزلت صار الطابق واحد لحظات. يا الله، الله المستعان. الله يصبرك، الله يصبرك، الله يصبرك يا اخو. هذه العمارات طبعا سبع طوابق او ما فوق، هذه تعتبر ولا شيء بالنسبة لمجمع اخر الشارع. ما قدرت اروح المجمع في ما عاد، الله اعلم، الله اعلم بالالف وفوق، اغلبهم اجانب، اتراك، سوريين، المغاربة، لبنانيين، فلسطينية. اسأل الله انه يرحمهم، لانه هذاك المجمع ما اظن الا من رحم ربي طلع خالص سالم، لانه نزل المجمع، مجمع ضخم، ضخم جدا، نزل المجمع واحترق بعد ما نزل، الله المستعان. اسال الله العفو والعافيه، اسال الله انه يرحمهم، اسال الله انه يرحمهم يا رب. والمؤلم اكثر لسه تحت الانقاض، في عالم تحت الانقاض، يعني اسمع صوته، بدنا نشوفه، صيح عليه، يعني مو ما تقدر توصل له. يا الله عفوك يا ارحم الراحمين، اعتبروا يا اخواني.